عليكم ومرحبا بكم بحلقة جديدة من سلسلة وثائقيات الحياة البرية. حلقة اليوم عن الذئب البري أو القيود. يعني أغلب اللي طالعين بالبر وعايشين حياة البر سامعين أو شايفين ذئب القيود. القيود هو من سلسلة الذئاب اللي تعيش بالبر، نوع من أنواع الذئاب. طبعا هو غير خطر على حياة الإنسان، يعيش بالبراري المفتوحة، يتراوح طوله تقريبا من 75 إلى 85 سنتيمتر، وطول الذيلة تقريبا من 30 إلى 40 سنتيمتر، أما ارتفاعه تقريبا من 50 إلى 65 سنتيمتر، ووزنه ما متأكد من المعلومة 100%، بس أعتقد يتراوح من 30 إلى 40 كيلومتر، العفو كيلوغرام، 40 كيلوغرام. ويكون القيود حجمه وهيئته أكبر من الذيب البري، وأيضا لونه يختلف عن الذيب البري، يكون ظهره بني أو مائل إلى البرتقالي، بينما بطنه يكون لونها أبيض، ورأسه يكون أكبر من رأس الذيب. هاي مثل ما شاهدون أمامكم هسه، هذا هو القيود. طبعا هو هم حيوان حذر، بس ما يهجم على الإنسان، نادرا ما يهجم على الإنسان إلا بحالة الجوع الشديد. من مميزات القيود ما يطلع بجماعات أثناء الصيد، يعني لو يطلع بوحده لو على شكل أزواج، وتحمل الأنثى تقريبا من 5 إلى 10 جراء، ومدة حملها من 60 إلى 70 يوم. وفائدة القيود وجوده بالبر هو يقضي على الفار والجرادية اللي تهاجم المناطق الزراعية، يعني الناس اللي بالعمارة بالجزيرة أو بعلي الغربية أو بقية المناطق يعرفون فائدة القيود، يساعدهم بالقضاء على الجرادية والقوارض اللي تهجم على محاصيلهم الزراعية. بالمقطع الثاني أنا أيضا مخلي واحدة من اللقطات أنا مصور بيها، يعني يجن زوج نفس الوقت يصيدن، طبعا حال الذيب أم حاسة شم عنده قوية وحاسة النظر أيضا قوية، وحيوان حذر جدا. بعد مقطع القيود يجي الواوي اللي احنا نسميه الحصني أو أبو الحصين، أيضا ينتشر بهاي المنطقة بصورة كبيرة، ومثل ما شاهدون أمامكم الواوي يكون ذيله أطول وحجمه أصغر ويصير أرفع من القيود، يعني رفيع وضعيف وحركته سريعة أسرع من القيود. الواوي أو الحصني أيضا يتواجد بأعداد كبيرة بالبادية، طبعا للعلم أنا مصور فيديوهات ثانية عن أبو الحصين بالبادية، ومقاطع شلون أخلي له الأكل وشلون يجي يأكل، وبالي أصور بمناطق زراعية أيضا عن هذه الحيوانات وأماكن تواجدها وشنو اللي راح نلاقي. مثل ما قلت لكم إذا تعجبكم هيك فيديوهات انطوني علم، اكتبوا لي بالتعليقات حتى أبلش بالموضوع وأشوف أختار مناطق ثانية أو مناطق جديدة أصور بيها حتى نستكشف الحيوانات اللي تعيش بالعراق. تحياتي لكم ونشوفكم مقطع آخر.